مباراه السوبر ينتظرها الكل، سواء الاهلاويه او الزملكاويه، كل مصر الحقيقه تنتظر هذه المباراه. الفرق كلها استعدت بشكل جيد، خصوصا النادي الاهلي. النادي الاهلي استعد بشكل رائع جدا جدا خلال الفتره اللي فاتت بعد نهايه الموسم بالنسبه للنادي الاهلي، بعد مباراه النادي الاهلي ضد بيراميدز وخروجه من كاس مصر. وجهت لجنه التخطيط الشكر لمستر مارتن لاسارتي، وبعد كده تم استقدام المدير الفني الجديد مستر ريني فايلر اللي هتبدا رحلته في المباريات الرسميه ان شاء الله يوم السبت القادم، مباراة في دور ال 32 سيلاقي فيها فريق من غينيا. هيلعب النادي الأهلي هذه المباراة فريق كانوا من غينيا الاستوائية أو من غينيا، هتبدأ أولى المباريات، وبالتالي الموسم سيبدأ بداية من يوم 14 القادم بالنسبة للنادي الأهلي وبالنسبة للمباريات الرسمية. الموسم الأفريقي طبعا ابتدى من مباراة اطلع بره من جنوب السودان، ولكن في فترة كده هنقول إن هي فترة راحة شوية، وفترة استطاع فيها أو يستطيع فيها المدير الفني الجديد ريني فايلر أن يقود النادي الأهلي خلال الفترة القادمة. النادي الأهلي مباراته يوم السبت زي ما قلت لحضراتكم، مباراة مهمة جدا جدا جدا، المباراة الأولى بالنسبة لريني فايلر وبالنسبة لبعض اللاعبين اللي هيكونوا متواجدين إن شاء الله في هذه المباراة. وبالتالي انتهى هذا الموسم بكل مساوئه، بكل ما فيه. البطل دائما في الدوري هو النادي الأهلي، البطل دائما أو خلال الفترة اللي فاتت في الدوري هو النادي الأهلي، وخسرنا بطولة أفريقيا، خسرنا بطولة كأس مصر بسبب تحكيمي كان واضح جدا جدا في هذه المباراة، مباراة النادي الأهلي ونادي بيراميدز. ولكن في النهاية انتهى هذا الموسم، عايزين نقفل بقى الموسم ده بكل ما فيه، بكل ما له وما عليه الحقيقة، نقفل الموسم ده، وده دايما اللي احنا تعودنا عليه داخل النادي الأهلي.